أهلا بحضراتكم في نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع، وهنبدأها بالعناوين. هيئة قناة السويس تحصل على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022. أيضا فتح باب التقدم لأصحاب أراضي الحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لتقنين أوضاعهم. سعر الذهب في مصر يسجل 1750 جنيه للجرام عيار 21. وارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.86%. تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اختارت الدورة الثانية لجوائز التميز الحكومي العربي هيئة قناة السويس كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022. وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق أعلى معدلات سنوية على مدار تاريخ القناة، وذلك خلال العام الماضي بعبور 23.853 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار. أيضا قررت هيئة المجتمعات العمرانية فتح باب التقدم بمستندات التعاقد لمدة شهرين من تاريخ الإعلان كمهلة للمتعاملين على الأراضي الملغى تخصيصها لشركة السادس من أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، على أن يتقدم صاحب الشأن بطلب بمقر جهاز المدينة على النموذج المعد لذلك مرفق بها المستندات الدالة على تخصيص أرض له من الشركة داخل هذه المساحة. كما شهد سعر الذهب الخميس في مصر استقرارا ملحوظا عند 1750 جنيه للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب مستويات 1850 دولار للأونصة في التداول الفوري على الذهب، كما سجل عيار 18500 جنيه، أما عيار 24 فسجل 2000 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب ل 14000 جنيه. أيضا أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام تداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقي لمستوى 1.33 من ألف تريليون جنيه، وارتفع مؤشر جي اكس 30 بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16002 نقطة. أيضا صعد مؤشر جي اكس 50 بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة. بكده نكون أنهينا نشرتنا الاقتصادية، ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.